أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رقائق في دقائق. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. عبارة تضع النقاط على الحروف وتوضح للإنسان السبيل وتنير للإنسان الطريق. تعال بنا لنعيش مع هذا المعنى من خلال ما ذكر ربنا في كتابه وما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. الله عز وجل حدد لنا في كتابه الكريم مسارات ورتب عليها نتائج. هذه المسارات منها ما يوصل إلى الجنة، ومنها ما يوصل إلى النار، منها ما يوصل إلى رضا الرحمن، ومنها ما يوصل إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ولنضرب لذلك أمثلة. نأخذ الأول الطريق الأول، طريق الطاعة وطريق الهداية وطريق الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ربنا ماذا يقول؟ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى عندك من يطع الله، من يعمل صالحا، من يتوكل على الله، من يعتصم بالله. النتائج معروفة، انه اللي يتوكل على الله الله حسبه، اللي هيعتصم بالله ربنا هيهديه، اللي يعمل من الصالحات وهو مؤمن الله سبحانه وتعالى يقول فأولئك أصحاب الجنة، وهكذا. لا مجاملة ولا محاباة ولا ظلم. الجانب الثاني، المسارات الأخرى، تسمع: ومن يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هكذا واضح مسار ونتيجة. يظلم، يعصي الله ورسوله، يشرك بالله، يكفر بالله، النتيجة معروفة. وأيضا لا مجاملة ولا محاباة. وعلى المرء أن يسأل نفسه: أين أنا؟ مين اللي حدد الحكاية دي؟ أنت أين تسير؟ ومن تحب؟ ومع من تتعاون؟ وفي أي بيئة توجد؟ مطلوب منك أن تسأل نفسك أنت. بعض السلف الصالح عندما قال له أحد تلامذته: كيف أعرف مكاني من ربي؟ قال له: انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. نحن نتعامل مع رب عادل ورحيم سبحانه وتعالى، يقول لنا: وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فعلينا إذن أن نسأل أنفسنا، وأن نوجه نياتنا، وأن نلزم أنفسنا طريق الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى ما يرضي الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهنا يتضح معنى كلام ابن عطاء الله: انظر فيما أقامك لتعرف مقامك. أقامك فين بقى؟
انت مع اهل المساجد، مع اهل القرآن، مع اهل الطاعة، مع اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اطمئن انت ربنا راضي عنك والمفتاح معاك انت. ربنا اخي لا يظلم مثقال ذرة. ده انت لو عملت حاجة وانت غير مختار فيها او سلبت منك الارادة، ساعتها لن يحاسبك الله. رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وعلينا إذن أن نجتهد، والاجتهاد هيؤدي إلى نتيجة. إيه هي؟ اقرأ القرآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكر فكر انت مع مين وربنا معاك ولا مش معاك. ومش المعية هنا بمعنى انه شايفك، لا، هو شايف الكل، ولكن بتوفيقه ومعونته ونصرته وتأييده لا يكون إلا مع المتقين، مع المحسنين. هو يحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين. هذا ما ينبغي أن نعمل للوصول إليه والحرص عليه حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له. اللهم عاملنا بإحسانك وفضلك وجودك وكرمك، ولا تعاملنا بتقصيرنا وذنوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.